هذا الخطبة ده كذا جواب إنه فقير كمل الجورسان كرام سلمة جورسان كرام ولا جورسان إيه فقير كوا ولا جورسان كرام بصراحة ولا ليال إمام البخاري رحمة الله عليه وحين لوبنا هاي كتاب كإلهي مرك الله جيما هذا قرآن ك كتاب كيس كتاب كسه يحسن عالم كل كيس مياله فوق العالم ميا له كتاب كيس حديث كما قال الله النبي عليه الصلاة والسلام ميا له كتاب كسه يحسن وحب بابا يستاب باب لا يدهضه باب تزويج المعسر إن لو قول يقف في فقير كهي وحبه يسن مركاسو وحو كينا يا نبي عليه الصلاة والسلام حديث دير آدو دير آم خطبة دائنا ذكوة آخرية كريم كوارد بان نبي نفتس نفتي دروسو هبيسي يدو دوني سنبي وينو قول صدا عليه الصلاة والسلام مركاسا نبي قول سمييي ما دقل هو صغر لغا وكسي جيست صحابي الصحابة كم من أول رسولك إله يوم كبرد أني جاي يقول وا أني له رسول كله يقول أنا خليه هو أركن النبي من أنا دون عليه الصلاة والسلام أني جاي يقول بقول نبي يقول محال هاي سام حان كوب يقول يا واحد كوب ستم هاي سام ما يقول بل أراد الرسول يقول إنه واحد ضان الله كله حان كوب يقول يا كبر رسول كي بقول سان الله رسول كله هو حمه هيو وحلاله حان هيا رجل التمس ولو خاتما من حديد بانوي وارفرق الحديد انا هم غدا وحن راجي وحبا مركي وساوا يا فرق الكينا نبي يقول حكم القران كم حاتا قانا قران كم حاتا قانا وحكم للنبي الله وسوره سوره كذا وكذا سوره تاسانا قانا سوره المشاي نبي يقول بل اخر كرك اخر هو اخر كركك اخر نبي وحي وحن كوغو غوريي سوره القران كان اتقان ان ادبا دابطو واحد ان روايه تقارب وحي شيغيان انو بارو قران كان ان ادبا دابطو ايا انت اتقان ان كوغو غوريي نبي عليه الصلاه والسلام نبي سيدي بوغو غوري امام البخاري حديث كاسو كينيا ان قفكي فقير قال له غوري وكلو كيف وقرا يا اوكر ايات القران كاهي وقال يا ولقوله ان يكون فقراء يغنيهم الله من فضله وحكلو فقير كلو غورين يا هذا الكيلاهي درتي امام ابن حجر فتح الباري مركو كشرح يا البخاري وخورنيا ايات وحي تعليل وتهي بابك بمعنى يعني لو 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 غورين يا لقوله تعالى هذا الكيلاي ترتوي الى الله ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله هذي فقريه ذاتكي يعني انا وحبها هيسن وغوري با الله سبحانه وتعالى اله بقري كد وحسين اله بقري كد ابن حجر هذا الاذ قيمه بلنبوي مركو بخاري شرح حيو باب كا ولي بشرح حيو وحده ومحصله باب كان خلاصة ليس أما فحواه وحيتها يعني لما فهم كيس خلاصة ليس هذا كوحيتها يورني أن الفقر في الحال لا يمنع التزويج لاحتمال حصول المال في المآل هذا هو في رسول الله هذا العجيب وحده هذا من خلاصة ليس وحيتها قفت حالة الفقر جاء ومركا كتشرو إنه مدي ذي سئل له بوري إنه بورس الله وين مدي ذي وايا وحلا جاء با إله سبحانه وتعالى مركا أو بورس الله إنه مالي حوله هيسيب أو إله قري وكذا وقت بارك الله إله قري كذا صاصوه وايا إله سبحانه وتعالى دوحوا ليكم فقراء يغنيهم الله وحن لا يابي هذا لا يابي هم تي ضب قار ضب كف العلين يا أهل تان قاركو أيه وحيد أهله
إلهي آيات دولة وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم آيات دا سمحي هرتين أوت المعنى أنا آيات دا معنين إلهي وحر وأنكح الأيام رقا عن حاسس كلاهين يضمر كأن رقا هايسن أبورية ومنكم إذن كان يكمل بمعنى مسلمين تنكمل آيات دو إنتا هروح الشيخ يساوى رقا حرتا يضمر كحرتا إعان هايسن وحي يعني الآن رجنا هيسن دمر بمعنى رجنا عن لهين هي رجع دمر عن لهين أقول يا بله سبحانه وتعالى إحرتها وصالحين من عبادكم وإمائكم من حيث المامسة من عبادكم وأضمر رجع وأضمر رجع وإمائكم وأضمر دمر كه صومار تقول لي من وين أقويها الشيخ تبع أكلي وحو يلي آيات دو انت هورا وحكاها ليسا أضومضة حرتنا وحكاها ليسا مويل وليستعفي في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ولما وحو يلي هذا الكيسي دمر وحكاها ليسا آيات دو انت هورا أياما وحو يلي ودمر كأضومضة أبوه أياما وجمع أيم أيم نوح على هذا وأنك أن حاسك هيسن أو جبر أوجر هيسن أو حاس لهين هي جبر ده أن لهين بالي هذا وأياما أيم بالي جمع أياما وجمع أيم وين لكن وحكم خلدنا لا لا يا بمرك نوع عذر ضاره طول باو حورنا إياه أيم هو دمرك لكن دمرك أضمرها ما هي هو دمرك حرت أمر كان دمرك حرت أو قوري على رأني هذي قولك على لقاته قولك سنو قول ضعيف وي لكن قولك نصوص تأي اللغة العربية لابد وأيدا يعني علماء المفسرين تنا آيات كفسر وحويان يعني. أيم وحويان يعني نك عن حاس هيسن يقبض عنين هيسن وي حرت أوي ويبدأ الضومات حق الضمبال المشاهد وليستحفف الذين لا يجدون النكاح حتى يغنيهم الله من فضله تاسونا لما انتظر والله الله يسعى حرطة ايا الضومات بو الله ومحال قول خطابي حرطة ورسونا لهم سنادي حمانتي دمر كيني ايقان وعندها كو اعلان الايات دو ايات كانوا حكاد دمبليان ايات كي امر يي قد البصر عندها الا لابتو وحران تلقى لابتو ayada dambana adoomada iyo kuwa xarta dhamaantood waxay amraysaa inay dhowrsoodaan ilaahay inta wax siinayo oo xumaanta ka dhowrsoodaan isticfaaf bay amraysaa marka walaalayaal culimadu sidaasay ku fasireen ibn jarir at-tabari waa sheikh al-mufassirin baalina haga tafsiirka marka la eego لم بروان كعلماء التفسير كوي فالها آيات داها وقلنا قلنا دات كسلا وقف فسيريا وها سو آخر التفاصيل جا إيا علماء الوحي آيات آيات كي راه دين مفسرين تو ها سو فسيريا سلا هيدا يعني لو حي كف فسيرين ها إيا دينو هاي سكوب صغير لكن ميل يها إن لغسي دا يو كتاب كي لاهي والمع ياري أول ما اللي سلب حسيه هاي صح ما صح ما شلالين كتفسير شلالين شلال الدين المحلي لبا الشيخ با تفسير شلالين كسوتي لبا دا الشيخ ام وصيود اليو هي شلال الدين المحلي لبا الشيخ ارض ليسوا هاي وشلال الدين المحلي صيود با وخوها شيخ بوها صيود با شيخ لوها مركا قرانكا جلال الدين المحلي وحو سميه كتاب جلالين كما يراه سوره كهف انتو كقاده من الناس كي تفسير او صاف فسر قصو هذا نو سو نقض سوره البقره ويمي لحيا لباتن ميلها مركو مريي ايا غريد وتيم لحيا لباتن ايه سوره فاتحه ايا مركو فسر سوره البقره مركا مخان وجهدا جلال الدين المحلي الى سوره النور وهي كجرتها حقا 15 كهوسه جلال الدين المحلي وحو يلي
مركو آيات كصوها الله وأنكحوا الأيام منكم وحيدوا هذا في الأحرار والحرائر حكم كانوا يعني كل عيا أولليه أجورية رج حرتا يدو مرك حرتا مركاسك يعني أضام مدين حاجة تذكر هذا الأيام والصالحين أي المؤمنين ومن عبادكم أضام هذا رجع وإمائكم يا أضام هذا مركا سمعت حرتا آية التفسير كذا وصل الله آيات هذا ما يلا هذا أولليه أجورية أولياء الله الله يسا iyo asyaada oo bimaana dumar ka horta hadii la soo doono cid maaragtay u ku fiha ay soo doonto weligeedu haw guuriyo yaan u diidin wi xitaa haduu faqir yahay waxba ma hayso ilaah baqani kayle macruusa asyaada iyo sayidaduna adoomadooda iyaguna haday guur doonaan yaan u diidin haw guuriyo saas weeye macnaha ay doonaalay معناها آيات سيدا سوية وحن كلاو كتشوابين وحي الدليل شدن قلالا لأن قورك فقير كلمة قورسا كرا فاطمة بنت قيس قبل لورين شري باوصو مركي عدد بحدين من كيد فري صدح من بالا شاكيس صدح من من موين مركو لشاكيس لي أبو جهم من اللي راهضه يا معاوية بن أبي سفيان يا أسامة بن سعيد صدق لا صلاة شيء كيستي مركاسة النبي قوتم عليه الصلاة والسلام مركاسة وحيت يا رسول الله صدق لا لا بد عنن أبو جهم يا أبو سفيان إياه سي أسامة بن سعيد بايلا شيكايستي صدح لان اني قالك ولبا أسامة بن زيد انو شيكايستي او صدح بايلا شيكايستي مسلم كان روايه ده مسلم كان ورينه كوتا لا تاسو دد كولا ود هرو بيقان تاسو مسلم كان كوتا في صحيح مسلم كوتا واحد تي قالك خلي نبي يقول عليه الصلاه والسلام فاما ابو جهم نيك ابو جهم لا يراها لا يضع عصاه عن عاتقه وش قارت كمر رجوع؟ وش قارت كمر رجع لبعض تفسير بعلماء الصارين؟ إن لا إله هذا وسفر بليها ويسقطها. الدمر كنت بدل دينك كم مكان؟ وما في عن الدمر كمر وبس كم مكان بيه؟ يبون ما تشعل ده شرع ولا ما وكل مرة بدل ذلك هذا منعت. سمعت؟ شرع ولا ما وكل إنا ذلك هذا منعت. تفسير كله وحوله أن دمر كل آياه. إسكت لا يصيرها كوسين. رواية كلا شيء إيش ضراب للناس. دمر كوا أبو دراع وان دراع ضمن دمر كدليل. نبوح فيها كوسين يصير إسكت ده. معاوية مياه فصعروك لا مال له. وان عن حوله يصنع فقيرة صعروك وفقير يعني. نبوح كذا بيسير لا مال له وحمار ما هيشته. ولما ضوح عن الصفة لا مال له وصفة كاشفة وحي عضين يسا. يعني روح الله على روح يصلح يا من متوت هل كي فقر يقود بيش متوت مرخص يعني قفاقة يا فقر هل كي يقود بيش متوت حوال يعني مركة حالة قور ما بقى ذكر وي نبي بقول له هذا بروح قور ستة أسامة بن زيد قور كا قور سبع أسامة بن زيد نبي عليه الصلاة أسامة بن زيد نبي صاحب كبوها نبي دحره عليه الصلاة والسلام موليه رسول كوها عليه الصلاة والسلام صحيح كرسول قوة. مر كان إنه وحي له كف الله أو قبر له مر كان قعدت يسوي كف خبر كريه النبي وأركين. حتى بس صدق لأن مد ولا بس حابي بوها دين ولا هاي أخلاقنا ولا هاي. حديث كعلم هذا وحي الأهل. وحل جنات شوابية من باب الاستشارة والترجيح بيها. قبر له مر دور قف كل مان. دور قف مر كل مان دورني. ويوصل خد بيان وصل بالفلسطين. أي ترى أنت أصلا من بعيرة شو يدون أي بركة تلية دينتي هي أخلاق دي هي وناجي وأي كسلمان لكن من حالة ده حالة يراها هي وكو يرى فلان يو كون كي يرى شيء برون يهاي ده وح الله حب بدنا يا كان يرى كفلان شاب حالة كهية شكل ملا تاسو
مركا علمات وحي الله لأن الشيخ ابن عثيمين وكلا من بعد الترجيح بأي هاي وكلك للرجحي صدح ذا من بعد نبي قوك الدوري عليه الصلاة والسلام أبو السفيان معاذنا أبو السفيان ده وحن قد مدحوين المسلمين إلهي سبحانه وتعالى مال يحوره أي إلهي المسود دايه مدحوين ونقض نكي صدى الله لها مركا ولا ليال وحويان خلاصه واحد تهي دينته انه عيد ولا بينك هذا شما عيد ولا بينك هذا شما تكله وردينته يا سياسه ده هلك لصار ان بده ما انت هذا لا خد بدهين من بقى وحو اسكن عبده دوله بيسكن عيد اما شخص بيسكن عيد مركاسو ما انت وسلاه يا رب دبينو كو غلى بوتي في لسو فريسايا مركاسو ايات يا حديث إذ السلف أولئي هاي تفسير كود آني تري مصاب ضلضلية تفك عاملها يقوم يا قانين وروحا المصحبة مصوى حدا من ذو البوالات بموذي يعني مكسرون يا شيخ خبل باكه الله ها شيخ خبل باكه الله صومار تمرار نبي عليه الصلاة والسلام والله عليه وحن قصة أوروبينا تفك مسلمين تاع منك مركب دمر كلو بورينا يو كو دين تالقى إيجيه دين وين لقى إياه؟ قبل ده هداك غورسنا يسمى دين تاعك غورسنا يس هل كأبوك ده بيسمى غورسنا ودين؟ نين كان واحد وهو الرجال قبل لو غوريا ودين يدقه وانا يسموه دين يدقه وانا يس. لما محمد دامرك وحبه وآية القرآن كأبوك مهرين إياه تعالى المحل هذا هو دينس. هالسماه هين قبل الله طيعي. ولبق dadka qaar kale hadlay ayaad kana khaldey wadaadnimo iyo waxna caasahay wadaadadu xitaa ceebeynay min buu aha yaa wadaadnimo loo idin ku soo dhuuman dumar oo buu aha isaga laftiisa waxaanu maleynayaa in wadaad inxiraafiya wadaadka inxiraafiya wadaadada kale waa naciib oo xagga suluug iyo dhaqanku uu inxiraaf xaqiiqatan inantii wadaad ahayd dacwada wada hadlisana iyadu khayrun bay u jeedaa hadduu doono hadalku haba ka leexo إذا كلي أنا قمت له هنا كف العلية يوقف اللي بقمت يسون بكرة جوال لكن ولا لي أروح في عن تقول رسول كله عليه الصلاة هصام قف كي أنا وادي كريم تروح كل استر هرك تشيء من سنة حرانك تيسق فقيرين وبرسل فقيرنا ما إن أنا كجور سن مش ما حدش ما تلمامي أنا أوفي عن تا أنت وحليه إنه إسكا الصوماء وحارانتا إسكا غير عليها حدوش كتلمامي تاسو تلمامي إنه خفك فقير نماء إسكا محبا هان قرصنا إنه وحايستنا تاينه وحايستا في عقل كبورس إنه كبورسنا لكن غارونا يحرام بكتا إسكا محبا هان سنين كبورسنا سيدا يعني لو فهم النصوص